السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع بعض نستكمل دورة تعلم الأردوينو باحترافية، واليوم إن شاء الله حنحكي عن مجزئ الجهد. طبعا إحنا في آخر محاضرة اتكلمنا عن المنافذ التماثلية، وتعلمنا كيف إني أنا أقرأ قيمة من هذه المنافذ. إذا أنا عندي جهد فأنا بقدر أقرأ باستخدام الأردوينو، لأنه أنا في عندي ADC أو اللي معروفة بالمنافذ التماثلية. وحكينا في المحاضرة الماضية انه انا بستخدم الامر analog read اللي برجع لي قيمة من 0 ل 1023، وهي تقابل من 0 الى 5 فولت في الاردوينو اونو وميجا وما شابه. تقريبا هذا هو اللي اخذناه في المحاضرة الماضية، وتعلمنا كيف نحول من هذه القيمة لهذه القيمة باستخدام ايش العلاقة هاي، واللي هي نسبة وتناسب. في هاي المحاضرة حيكون يعني شوية دوائر إلكترونية بس نتعرف عليها، يعني شوية إلكترونيات نتعرف عليهم، بحيث في المحاضرة اللي وراها ناخد أمثلة عملية ونستخدم فيها الأنالوج ريد. يعني اليوم تقريبا محاضرة إلكترونيات حتكلم فيها عن مجزئ الجهد اللي هو فولت ديفايدر، والموضوع الثاني هو المقاومة المتغير. طيب بخصوص مجزئ الجهد او الفولت ديفايدر، زي ما انت شايف الاسم مجزئ الجهد، اي انه ايش بيقسم الجهد، تمام. طيب كيف بيقسم الجهد؟ بقول لك دائره الفولت ديفايدر هي عباره في الاصل عن مقاومتين على التوالي. طبعا مش شرط مقاومتين، يعني ممكن المقاومه هاي تكون ثلاث مقاومات. على اي حال انا بقول لك الجهد هذا بيتقسم على المقاومتين هذولا. يعني مثلا انا عندي هنا جهد نفترض 5 فولت، في جزء حيجي هنا وجزء حيجي هنا. طب قديش الجزء اللي حيجي هنا وجزء حيجي هنا وفق العلاقه هاي؟ بقول لك ال VR1 الجهد على R1، يعني كيف؟ يعني الجهد بين طرفين R1 يساوي R1 على مجموع المقاومتين في VCC. يعني انت لو تلاحظ انه ال VR يساوي ال VCC في كسر، يعني هو جزء، تمام. والفي ار 2 نفس الكلام، هي ار 2 على مجموع المقاومتين في الفي سي سي. اعتقد العلاقه واضحه. يعني باختصار الفي ار 1 عباره عن كسر في الفي سي سي، يعني جزء، تمام. هاي الان بتوضح لك بالرياضيات. يعني طبعا احنا كيف جبنا العلاقه هاي؟ هي شغل توالي وتوازي، قانون كيرشوف فولتج لو وقانون اوم بتجيب منه ان شاء الله هذه العلاقه. الامور سهله، يعني باختصار الجهد بتقسم هنا وبتقسم هنا. بس بدنا نلاحظ ملاحظه واحده. اول حاجه لو انا رحت جبت هنا حطيت حمل او مقاومه ثانيه، الجهد على الار 1 يعني الجهد هنا، طبعا انا لما احكي الجهد هنا معناه بالنسبه للارضي، ايش بيصير فيه؟ بتغير. ليش؟ لانه قيمه R1 تغيرت، شايف العلاقه بتتغير، وبرضه هنا بتتغير، تمام. او هنا انا بغير قيمه المقاومه. طبعا يا شباب ممكن يكون انا عندي ثلاث مقاومات، يعني عادي، يعني مثلا في عندي 1 2 3، بتعتبر التنتين اللي فوق مثلا مقاومه واحده والشغل شغل عادي نفس القانون. مش موضوعنا نحن نتفصل في الفولت ديفايدر، بس انا بدي اقول لك ملاحظتين. الاولى اتفقنا عليها، واللي هي انه انا لو حطيت لود على المكان هذا بيقل قيمه الجهد. طبعا انا لو هنا كان اللود عباره عن الاي دي سي تاعت الاردوينو بيقلش الجهد. ليش؟ لانه الاي دي سي قلنا عباره له مقاومه عاليه جدا، يعني كانه اوبن سيركت، وقلنا في الاول والاخر هو ايش بيطل على مكان الجهد. طيب الملحوظة الثانية مهمة جدا، لأنه حنستخدمها كثير في الحساسات. وإيش هي؟ بقول لك لاحظ على العلاقة. أنا لو روح الآن مثلا عندي هذا 1 كيلو R1 R2 1 كيلو، والجهد هنا 10، قديش الجهد على R1؟ هتقول لي 5 فولت. ليش؟ هتقول لي 10، هذا القيمة 10 في 1 على 2، يعني 10 في النص 5 فولت. طيب طبعا وهنا برضه 5 فولت، الجهد هنا 5 فولت والجهد هنا 5 فولت. طيب انا رحت مسكت R2 وزودت قيمتها، ايش بتلاحظ في الجهد؟ هقول لك الجهد ايش حيصير في ال VR1 حوالين المقاومه اللي انا زودت قيمتها، هتلاقي ان جهدها بيزيد في حين انه هاي جهدها بيقل. طيب انا خليت هذه 1 كيلو وهذه 1 كيلو، مسكت ال 1 كيلو هذه تاعت R1 وقللت قيمتها، يعني خليتها مثلا نص كيلو، هلاقي الجهد VR1 ايش؟ بيقل. وجرب انت حتلاقي هذا الكلام، هي يعني طول انت في العلاقه هي حتلاقي الاشي منطقي، تمام. رياضيات يعني بيطلع الاشي منطقي. اذا انا لو عندي جهود معينه رحت مسكت قيمه احد المقاومات زودت قيمتها، بتلاقي الجهد اللي عليها بيزيد.
قللت قيمتها، الجهد اللي عليها ايش؟ بقل، لانه في الحساسات حتلاقي احد هاي المقاومات عبارة عن سنسور، فحنعتمد احنا بشكل كبير على هذه الخاصية في الفولتج ديفايدر. طيب الان عندنا مثال بيقول لي في الدائرة السابقة عندي الـ VCC 10 فولت وقيمة R1 1 كيلو وقيمة R2 2 كيلو، تمام؟ فإن الجهد هاد على، أنا غلطان بغيرها إن شاء الله، على كل مقاومة يساوي الجهد على R1 وR2. طبعا إحنا بكل بساطة بنروح على العلاقة هاي وبنطبقها. خلينا أنا أشغل التابلت ونورجيكم إياه. طيب الآن أنا شغلت التابلت، نيجي ناخد الدائرة هاي اللي إحنا حكينا عنها هادي، ونروح على الورقة هاي وإيش ونشوف. بحكي لي هذا هي الدائرة، بحكي لي كالتالي: هذا الجهد 10 فولت والمقاومة هاي 2 كيلو والمقاومة هاي 1 كيلو. قديش الجهد على R1؟ الجهد هنا خلينا نحط مثلا هنا V1 اللي هو V1، والفولت ميتر هذا V2، قديش القيمة هان؟ تمام. وانا بدي اضيف من عندي ما حاجه، بدي اقول لك مثلا الجهد هنا هذا الفي اوت ايش يساوي. الحين نشوف اول شيء بالنسبه للجهد على المقاومه ار1 في1، هيو في1 ايش يساوي؟ يساوي اول شيء الجهد اللي فوق 10 في قديش مجموع في المقاومه اللي بدي اقيس عليها الجهد هي ار1، يعني على 1 كيلو في على ايش؟ 1 كيلو بلس 2 كيلو ويساوي 2 كيلو ويساوي 10 على 3 كيلو سوري فولت، تمام؟ لانه الكيلو بتاخد عامل مشترك، بيطير الكيلو مع الكيلو بطلعت 10 على 3. طيب في 2 ايش يساوي؟ ممكن تحسبها زي هيك وممكن تقول لا، ما هو الجهد لل 10 فولت اللي قسم لقسمين، الجزء هذا والجزء الثاني هو 10، الجزء الثاني يعني 10 ناقص 10 على 3، 10 على 3 اللي بيطلع انا لو ضربت 30 هو 20 على 3، 20 على 3 زي هيك بيطلع، تمام. طب احنا نحسبها حسابات، في 2 ايش يساوي؟ 10 في 2 على 2 كيلو على 1 بلس 2 كيلو بالضبط، ويساوي 20 على 3، 20 على 3 فولت. طيب الفي اوت ايش يساوي؟ طبعا لما اجي اعمل لك هيك نود هيك واقول لك قديش الجهد عليها، طبعا الجهد بدي طرفين على طول، معناه اني قصدي بينها وبين الارضي، يعني هيك يعني انا بدي الجهد هنا، حتقول هو نفسه في واحد، خلاص حتقول هو نفسه في واحد. طيب خلينا احنا على نفس المثال هذا، على نفس المثال هذا، وقلت لك انا الان بدي اغير قيمه المقاومه ار2 ب2 كيلو. احنا الجهد في البدايه يعني قبل لما كان 1 كيلو كان الجهد 10 على 3 تقريبا 3.3 3.3، تمام. طيب انا الان بدي امسك ار2 وازود قيمته، خليها 2 كيلو مش 1 كيلو، قديش الجهد هنا؟ بصير الجهد قديش؟ 5 فولت، وال5 فولت ايش؟ اكبر من هذه، معناه انه الجهد انا بزود قيمه هاي بزيد جهدها. طيب بديش اعمل زي هيك، انا بدي اخليه يصير نص كيلو، نص كيلو حلاقي انه قيمه الجهد هذا مالها؟ قلت، تمام. هاي الان انا بدي بالملاحظات اللي احنا بدنا نتعلمهم في هاي الفولتج ديفايدر، انه انا زودت قيمه مقاومه بزيد الجهد عليها، طبعا بزيد الجهد عليها حساب الثانيه، الثانيه يعني بقل عليها الجهد. طيب احنا طبق هذه الدائره هي حسبناها بايدينا، طيب احنا الان بنطبقها عملي، بس انا الان عشان معي اردوينو احط هنا 5 فولت، تمام؟ احط هنا 5 فولت، تمام؟ حلاقي انه الجهد يعني حيصير كيف؟ حيصير 10 5 على 3، 5 على 3 فولت الجهد اللي عندي هنا، ويعني نقسمهم على 2 تقريبا. طيب احنا نطبق الدائره هي عملي،
طب احنا قبل ما نطبق عمل، لانه الان نطبق عمل نشوف النتائج صح ولا لا، فبدنا نروح على الكالكوليتر، ونروح على الكالكوليتر نقولها 5 على 3 يساوي قديش؟ 1.7 فولت، هذا على الار 1، تمام؟ على الار 1. طيب اللي خليني اشغل انا الكاميرا، عندي انا المقاومتين هدول، عندي المقاومة هاي 2 كيلو والمقاومة هاي 1 كيلو، وعندي الاردوينو انا هعتبره مصدر جهد اللي هو 5 فولت، تمام؟ هو 5 فولت. حنوصل الدائرة عادي زي ما بنعرف على بريد بورد هيك. طبعا الخط هذا نفسه كأنه سلك يعني، فأنا بشبك منه وباخذ منه هيك، هي المقاومات عندي 100% الآن اتوصلت. الآن أنا في عندي المقاومة R1 اللي هي هذه الواحد كيلو مربوطة بالأرضي. طبعا أنا أمسك زي هيك مثلا، سكة زي هيك أحطها في الأرض، تمام هيك، و R2 الطرف هذا في 5 فولت، خلاص 100%. الآن أنا بجيب أسلاك توصيل، ناخذ السلك الأحمر لل 5 فولت، والأبيض للأرضي. طبعا الآن نشغل الأردوينو ونشبكها في السلك تاعها. ونجيب الآن الأوم ميتر واللي هو الساعة تاعتنا الخاصة فينا. تعال هيك نضويها. طيب الآن الجهد على الآر واحد، هاي الآر واحد، تمام؟ قديش؟ أيوة زي ما حسبناه 1.6، هي تقريبا 1.67 احنا قسناها فولت، خلاص. اذا هاي الاشي عملي دقيق. طيب الجهد على المقاومة R2 تقريبا بيطلع 3.4، صحيح؟ 5 ناقص القيمة هاي واللي هي قديش؟ 3.4 فولت. هيك الامور واضحة ان شاء الله تعالى، يعني هاي الدائرة طبقناها عملي. طيب الجهود هاي نحفظها اللي قسناها، قسنا اول جهد قديش كان الجهد هنا؟ قلنا الجهد هنا كان عبارة عن 1.6 فولت زي ما حسبناها، لانه الان حنمسك الاردوينو ونخلي الاردوينو اللي قسها. طيب الان احنا نكمل موضوعنا، خلصنا احنا هيك الفولت ديفايدر. الموضوع بسيط، عبارة عن مقاومتين وصلت مع بعض على التوالي بس ليس الا، وبناخذ الجهد عليهم. طيب الان المقاومه المتغيره، المقاومه المتغيره زي ما انت شايف هي عباره عن مقاومه بنغير قيمتها، طبعا ما لهاش بس طرفين، لها ثلاث اطراف، تمام؟ ثلاث اطراف زي ما انت شايف، هاي الشكل يعني انت كتير بتشوفه، هاي المقاومه المتغيره. كيف ممكن نمثلها؟ من الاخر بنقول لك هي عباره عن مقاومه، شايف هاي سلك كربون، هذا الخط الكربون عبارة عن مقاومة ثابتة، تمام؟ ها مقاومة ثابتة، طبعا المقاومة الثابتة هاي بين الطرف الأول والثالث، شايف؟ بين الأول والثالث، تمام؟ والطرف الثاني متصل على الجزء الدوار، هذا الجزء الدوار مربوط في هذا الخيط بهذا المؤشر، وبصير هذا ايش؟ يتحرك. فانت اذا بتحركه مثلا بصير توصل النقطة هاي بالنقطة هاي، بصير هاي من هنا يعني من طرف 2 ل3 قيمة مقاومة معينة. طب انا لو رحت غيرته صار هنا، صار هنا، حسيت تقول لي بهيك مقاومة، يعني المقاومة كبرت، تمام؟ حطه هيك نلاقي المقاومة كبرت. طب بدي تمام، اذا المقاومة بين 1 و3 قيمتها ثابتة، قديش قيمتها تساوي؟ اذا مقاومتك المتغيرة 10 كيلو يعني من 1 ل3 10 كيلو، اذا مقاومتك المتغيرة مثلا 50 كيلو يعني من 1 ل3 50 كيلو، وهكذا.
طيب بين واحد واثنين قيمة متغيرة، طب بين اثنين وثلاثة برضو قيمة متغيرة، بس بنلاحظ بينهم ملحوظة معينة. شو هي؟ أنا أفترض بين المقاومة بين واحد واثنين أر واحد، وبين اثنين وثلاثة أر اثنين. حد يجي تقول لي هان أر واحد، شايفها الأر واحد، أر واحد اللي هي بين هذا وهذا، هيا من هنا لهنا. تمام، المقاومة هذه بين اثنين وثلاثة اللي هي أر اثنين، من هنا لهنا، اجمعهم مع بعض بتلاقيهم قيمة المقاومة الثابتة بين واحد وثلاثة. يعني أنا الآن مثلا أمسك هذا الجزء وأزوده هنا، بلاحظ إنه هاي زادت وهاي قلت، بزيد وبقله بس بالآخر مجموع يساوي المقاومة بين واحد وثلاثة. يعني أنا عيد المقاومة افترض 10 كيلو، ولقيت هذه القراءة هذه 6 كيلو، وهذه القراءة 4 كيلو، مجموعهم 10. تمام، طيب رحت أنا زودت هاي، شددت لهنا، هاي صار 7 كيلو، قديش قيمة هذه؟ 3 كيلو. واضح المعلومة هاي؟ بس هي اللي حبيت أحكي لك إياها. يعني أنت لو عندك تجربة بس بدك مقاومة تتغير، بتاخد أي طرفين، هذا أو هذا، اللي في النص لازم يكون منهم، أو هذا وهذا. طب أنت لو أخذت الطرف الأول والثالث هتلاقي القيمة ثابتة. هاي اللي أنا حبيت أحكي لك إياها على المقاومة المتغيرة، ما بديش منك أكثر من هيك، أو أصلا فيش غير هيك. انواع المقاومات المتغيره، المتغيره حقيقه المقاومات المتغيره من هالشكل المحصور، لها اشكال كثيره. عاده بتكون هي بثلاث اطراف، يعني زي ما انت شايف هي، هاي شكل معروف كثير، هي هذا نفس الشكل تقريبا، بس يعني في شويه اختلافات بسيطه. هذه بتكون عباره عن مقاومتين مع بعض متغيرتين، او عباره عن بتكون مقاومه متغيره ولكن يعني بيكون في عندي اثنين منزلقين، هذا وهيك يعني. تمام، عندي الشكل هذا، عندي الشكل هذا بنشوفه كتير، هذا انا باصبعي بغيره، هذا التجربة بكون هذا بمفك، هذا بنحطه في عادة لما يكون في البي سي بي بنحطه. في عندك نوع تاني اللي هو هذا النوع، شايفه هذا النوع المقاومة بتكون تحته دقيقة. الآن في المقاومة زي هاي العادية، عشان تغير القيمة مثلا، انت قيمة المقاومة 10 كيلو، عادة القيمة بتكون مكتوبة هنا في المنطقة هاي. تمام، لما انت تغير من 0 ل 10 كيلو في المقاومة العادية بتلاقي بس معك لفة واحدة، لكن في هاي المقاومة بتلاقي معك 10 لفات. يعني بتحط القيمة وبدقة، تحط القيمة وبدقة. وفي منها شكل صغير، هاي تلتف الايد، في بيكون صغير، بتكون على شكل متوازي مستطيلات صغير، وبالمفك بتغير. طيب الآن في عندي موضوع بيحكي لي المقاومة المتغيرة ومجزئ الجهد. اللي بدي اوصلك اياه من الكلام اللي نحن نحكيه الآن، انه المقاومة المتغيرة ممكن انا استخدمها كمجزئ جهد. كيف؟ انا المقاومة المتغيرة كيف رمزها؟ هي مقاومة وعليها سهم، الطرف الأول الثاني الثالث، القيمة من قيمة المقاومة بين الطرف الأول والثالث قيمة ثابتة، بين الأول والثاني متغير، بين الثاني والثالث متغير، واتفقنا ان المقاومة من هنا لهنا بلس، يعني زائد المقاومة من هنا لهنا يساوي المقاومة من هنا لهنا. اتفقنا على الكلام؟ اتفقنا. يعني انا من الاخر بقدر امثل هذا الشكل بهذا الشكل، اللي هو عندي ار واحد ار اثنين، ار اثنين هي من هنا لهنا، وار واحد من هنا لهنا. انا رحت غيرت مثلا، لو غيرت البروب اللي في النص بلاقي مثلا هاي بتزيد وهي بتقل. شو معناها هاي بتزيد وهذه بتقل؟ معناه ان الجهد عادي بيزيد والجهد عادي بيقل. لو تتذكر الفولت، هذه فولت ديفايدر، صار انا لو مسكت المقاومه تغير وصلت هيك بيصير فولت ديفايدر، معناه انه لو انا هذه زادت وهذه قلت، الجهد عادي بيزيد، يعني الجهد هنا قديش بيقل، لانه هذه زادت هذه قلت. تمام، بس هاي بدنا نحكي لك اياها. ننتقل الآن للجزء العملي، نورجيكم المقاومة المتغيرة. بخصوص المقاومة المتغيرة، زي ما تشايف في الأشكال كتير أنا موجود عندي. مثلا هيك شايفين، هذا هي مقاومة متغيرة، هي أنا هيك موجودة على الموضع البدائي اللي هنا. لو أنا لفيت قديش معي لف؟ ألف لفة واحدة بس. لاحظ هنا مكتوب عليها قديش؟ 1 كيلو. هاي مقاومة متغيرة 1 كيلو. نشوف واحدة تانية، هاي مقاومة متغيرة 10 كيلو. نجرب واحدة تانية، 1 كيلو. تمام، في لهم أشكال تانية. في عندي هاي بنلاقيها كتير في المسجلات، شايف عبارة إلى 5 أطراف، بس حقيقة هي عبارة عن مقاومة متغيرة وسويتش. شايف معي؟
بس هذا السويتش يعني بس بفصله يعني هم ايش شيء مقاومة متغير لثلاث اطراف وسويتش، شايف البروب بتاعها كبير. بلاحظ انه انا هنا عندي اشكال تانية من مقاومات متغيرة لكن هدول صغار بحطهم بمفك، شايف هاي المقاومة، هاي المقاومة مكتوب عليها كود، الكود هذا معناه انها 500 اوم، 5 و00 اسف 5 كيلو، تمام. عند المقاومة هاي، المقاومة هذه مش مكتوبة، مكتوب عليها هنا هاي مكتوب عليها انها هي 1 كيلو اوم، هاي المقاومة 1 كيلو اوم، تمام. بالمفك بتجي مفك وبتغيرها، عندي مثلا الشكل هذا هاي 10 كيلو. طبعا بكل بساطة مقاومة تغير هذه مثلا تجيب زي هيك بتغزها بتستخدمها عادي كمفك، بس احنا عشان في التعليم بنستخدم عادة المقاومات اللي زي هذه، مقاومات زي هذه. طيب الآن يا شباب أنا عندي المقاومة هاي، قديش المقاومة هذه؟ 1 كيلو. بدنا نمسك مع بعض ونقيس المقاومة بين الطرفين، الطرف هذا والطرف هذا، قديش تتوقع قيمتها؟ يلا أنا بدي أقيس، المفترض أنتم تكونوا متوقعين قيمتها. هاي قلنا المقاومة بين الطرف الأول والثالث مقاومة ثابتة، تمام؟ نحط الساعة بس في الكاميرا. تمام هيك؟ يلا نقرأ. قديش؟ مقاومة ثابتة 1 كيلو، ليش؟ لأنه المقاومة هي 1 كيلو. فأنا بين هدول الطرفين بكونوا 1 كيلو، إيش ما غير أنا في البروب المفترض ما تتغير قيمة المقاومة. لاحظ أنا هينها بدي أغير، هاي بغير يعني، قيمة المقاومة تتغيرش، ليش؟ لأنها مقاومة ثابتة. لكن لو أنا جيت آخذ بين هذا والفي النص، هلاقي مثلا قديش؟ ما اعطانيش قيمة، معناها انها قيمة صغيرة. انزل السكيل اللي تحتيها هيها 4 كيلو ولا 4 اوم، 4 اوم هيك، هيك 100% هيك. مثلا المقاومة 180 اوم. طب انا لو اخذت من هذا الطرف والطرف هذا قديش؟ هلاقي انها 1000 اوم ناقص ايش؟ 180، وهي قديش؟ 960 اوم المكمل. طبعا مش 1000، هاي 1000 وشوية لأنها فيها نسبة خطأ. هذه قديش؟ 111 أوم، 111 أوم، اطرح منهم القيمة هاي بيطلع القيمة المكملة له، تمام؟ طيب المقاومة الضوئية والحرارية هذا موضوع إن شاء الله حناخد المحاضرة الجاي. الآن في عندنا احنا مثال بقول لي صمم كود أردوينو يعمل على قياس جهد الجهد الكهربائي على المنفذ A0 وطباعته على شاشة السيريال المونيتور بحيث يتراوح الجهد على منفذ الأردوينو ما بين 0 إلى 5 فولت. الآن بقول لي من الآخر بدي إياك تقرأ لي الجهد الموجود على المنفذ A0 بحيث إنه أنا ما يظهر ليش قيم 1023 و500، بدي 0 ل5 فولت، يعني قص النسبة والتناسب نحطها في الأردوينو. ننتقل إحنا إلى موقع تينكركاد. الآن إحنا بنروح بننزل الأردوينو عادي، خلاص. طيب بكل بساطة أنا بدي أقيس الجهد الموجود على المنفذ A0. طيب كيف بدي أقيس الجهد الموجود على منفذ A0؟ أول حاجة أنا المنفذ A0 بلزمنيش أو أعرفه كمدخل، ليش؟ لأنه هو مدخل تماثل، اسمه مدخل تماثل، فهو معرفه جاهز، تمام. هاي أول خطوة حلوة، أنه أنا بلزمنيش أعرف A0 كمدخل تماثل. طيب كيف بدي اقرا قيمه؟ بقول انالوج، خلينا نروح على البرنامج الاردوينو لانه افضل ملون بشكل افضل. طيب نكمل. الان انا عشان اقرا بقول انالوج ريد لمين؟ للA0.
وممكن كمان تكتبش اي صفر، تكتب صفر بس بيمشي الحال، بس هيك انا بقول افضل. طيب الانالوج ريد هاي بترجع قيمه، القيمه هاي بدي اخزنها بمتغير، افترض المتغير هو اكس. طبعا انا بدي اروح فوق بقول له انت اكس يساوي مثلا صفر، خلصنا. طيب انا قريت القيمه هاي، حط سيريال دوت برنت عشان اطبعها على شاشه ايش، سيريال دوت بيجن عشان اطبع على شاشة المراقب التسلسل. طيب هقول سيريال دوت برنت لاين، هقول له قيمة الاكس، طبعا احط ديلي بسيط عشان ما يسرعش كتير، خلينا نطبع كل 500 ملي ثانية. الان ناخذ الكود هذا ونحطه على التينكر كات، حط ستارت. طبعا هو قاعد بيقرا لي قيم عشوائيه، ليش؟ لانه هنا في نويز. تمام الشباب، هي الملحوظه اللي بتاخذوها بعين الاعتبار، انه اذا انت مش رابط المنفذ بيصير يقرا قيم عشوائيه نويز. طيب انا الان كيف بدي اعمل محاكاه، يعني اجيب جهد متغير؟ في عندي باور سبلاي على التينكر كاد، بس لا، انا ممكن استخدم حاجه ثانيه اخذناها وهي ايش؟ المقاومه المتغيره. هجيب بكل بساطه بوتنشيوميتر، هيها بوتنشيوميتر مقاومة متغيرة، وألف لفها شوي هيك. تمام، هاخذ اللي في النص، يعني بدي اعمل انا فولتج ديفايدر، هذا الجهد انا بدي اقيسه، واحد على الجراوند وواحد على الخمسة فولت. الان انا صرت حاط جهد معين على الاي صفر. ايش هو الجهد الان؟ صفر. ليش؟ لانه شايف يعني انا هذا، ايوه هذا بتلف هيك، هو ملزق في الطرف هذا اللي هو جراوند، يعني صفر. يلا انا الان بدي اكبر القيمه، يعني بزيد الجهد، بدي اكبر كمان، بزيد 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 بزيد، هيو بزيد. اخر حاجه حتلاقي لزق في الخمسة فولت، يعني قديش؟ 1023. شايف انا هيك غيرت الجهد. طيب بس انا الان ما بديش يطلع لي ارقام زي هيك، بدي اياه يطلع لي صفر، خمسة، ثلاثة. ايش بدي اسوي؟ حنستخدم طريقة النسبة والتناسب، واللي هي قلنا ايش بنسوي؟ قلنا بمسك قيمة، بدي اعمل متغير فولت، متغير فولت. تمام، هاي انت، انا الان حغلط بعض الغلطات المفترض انت تكتشفهم. تمام، هاي قيمة متغير فولت، الفولت شو يساوي؟ يساوي القيمة الاكس في 5 على 1023. هيك واضح؟ هذه هي طريقة النسبة والتناسب اخذناها المرة الماضية. طيب نشغل نشوف ايش يصير معي. بقول لي في خطأ. قيمة الفولت هذا انا مش نفسها لانه في كابيتال لتر وسمول لتر. ماشي، ستار. بيقول لي في ايش؟ انا هنا بديش اطبع قيمة الاكس، بدي اطبع قيمة الفي، الفولت سوري. تمام، يلا نشوف شو بده يصير معي. الجهد 2 ماشي، اغير الجهد 1، في خطأ في الموضوع. ليش؟ شايف شو بيقول لي؟ جهد 3. طب ليش فيش 3.1 وزي هيك؟ ليش؟ لانه المتغير اللي انت تطبعه فلوت. ماشي، هل بس فلوت؟ نغير فلوت. تمام، طيب برضه ما بتجيبليش فواصل عشريه. ليش؟ لانه لو تتذكروا الكاستنج، انا في عندي انتجر وانتجر، قلنا قسم انتجر على انتجر بيظبطش، فلازم اخلي واحد منهم فلوت او الاثنين. تمام، فهيك الان بنحل مشكلتنا. شايفين هيك صار يجيب لي فواصل. تمام، هاي الجهد هيك 0.8 فولت. طيب نجيب احنا الفولت ميتر، في فولت، هاي فولت ميتر، احوله لفولت واجيب هذا هيك، هذا هيك. تمام،
نشوف القراءات متطابقة ولا لا. كيف؟ 8 8، أغير، شايف 2.2 فولت، هيك 3.9 3.9، وبهيك أنا بكون عملت فولت ميتر. أنا هاي باستخدمت الأردوينو وعملت فولت ميتر، تمام. نشوف، إحنا نرجع للتقرير الآن. بيقول لي أنا هاي، شوف شو قال لي، قال لي استخدم منفذ A0 بحيث أن يطبع لي قيمة الجهد من 0 لـ5 فولت باستخدام المنفذ A0. أنا رحت قلت لك بدي أجيب أغير جهد، بديش أجيب باور سبلاي، بدي أجيب مقاومة أغيره وأعمل جهد متغير وأغير بإيدي. طبعا هذا هو الموضوع، بس احنا ناخذ بعين الاعتبار انه هذه فلوت، والقيمه هاي لازم يكونوا ايش، واحد منهم يكون فلوت عشان لما يقسم ما يطلعش الناتج انتجر ويشيل العدد العشري. طيب بنلاحظ ملاحظه هنا، اللي هو هذا المشروع يا شباب كتير احنا بنستخدمه، يعني لو ممكن انت تلاقي مشروع بتلاقيه بيغير لك مستوى الصوت، فهذا المقاومة انت بتغير القيمة وبناء على هاي القيمة بتلاقي تغيرت، يعني انت تاخد قيمة متغيرة بتبني عليها الصوت، او مثلا عندي محرك بتتحكم بسرعته بحط لك مقاومة متغيرة بقول لك حرك، فانت فعليا بتحرك الجهد، هو بيعمل معادلة معينة بحيث انه كمان يحول انه الجهد هذا، انه مش بس الجهد يعني هذا اللي بتغير، يغير بناء عليه سرعة المحرك. إن شاء الله هنشوف أمثلة زي هاي في المحاضرات القادمة. طبعا الآن احنا ننتقل للجزء العملي ونشغل التجربة اللي قبل شوية. أنا ما كنتش مشغل الكاميرا وكنت بحكي، فتوصيلة انتوا أكيد عارفينها يعني، فهي ما تصورش للأسف. نرفع الكود تاعنا على الأردوينو، بدنا ناخذ الكود اللي انا حاطه في التقرير لانه مبين افضل عليه، يعني نصوص. طيب مش راضي ينتسخ، فخلص خلينا نرفع الكود هذا وخلاص. ناخذ الكود هذا، مش يلا نرفع تاني. طبعا لازم احدد له هنا البورد، هاي نقطة، والنقطة الثانية احدد له نوع الاردوينو، لانه هي بعت رسالة خطأ ومش راضي يرفع، فانا اقول له هان بدي اردوينو ميجا. هذه نرفع الان ثاني، مش راضي يرفع، ليش؟ نجرب ثاني، نحط السرعة هيك، بيقول لي انه انا عندي 0 فولت، انا بدي اغير القيمة، لانه اي شيء شايف ملزق هي بالطرف هذا، بدي ازود انا. هي قديش صارت؟ 0.77 فولت، هيك صارت 2.13 فولت، هيك 3 فولت. طيب اجرب انا اجيب الساعة اللي عندي، احط على الفولت ميتر، واقيس الجهد بين الجراوند وبين الطرف اللي في النص، قديش القيمة؟ 3.9 فولت. ايه خليني هيا 3.08 فولت، والقراءة عندي باستخدام الأردوينو 3.6 فولت، فمعناته أن قياسي صحيح. وبهيك بنكون أنهينا محاضرة اليوم. طبعا برضو قبل ما ننهي المحاضرة، لو أنا جيت للسلك هذا وحطيته بين المقاومتين هذول اللي قبل شوي ربطنا الدائرة، قديش كان الجهد عليهم؟ لقيناها 1.6 فولت، صح؟ باستخدام الساعة. الآن لو أنا استخدمت الأردوينو على نفس الكود، قديش القيمة؟ قديش هي؟ نفس اللي قسناها قبل شوي، 3.6 فولت.
طبعا انت لو حط السلك هذا فصلته، السلك بصير فيه ايش نويز، فبصير يقرا قيم مختلفه. شايف الشاشه ايش بيطلع عليها؟ بيطلع قيم هبله متغيره، شايف منها متغير، حط ايدك بتغير جو ايش نويز هاي. وطبعا احنا احيانا نستفيد منها هذا الاشي. طبعا احنا بهيك بنكون خلصنا محاضره اليوم، اتعرفنا فيها على الفولتج ديفايدر، عرفنا فيها على المقاومه المتغيره كفولتج ديفايدر، لانه هذا الاشي بيلزم بشكل كبير للحساسات بشكل عام. والمحاضره الجايه حتشوفوا كيف حنستخدم حساس ال دي ار والان تي سي. هذا هو موضوع المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى. وبعد هاي المحاضره بضل عندنا موضوع ادفانس، موضوع يعني هذا احترافي شويه في المنافذ التماثليه، وبعد هيك محاضره نحل فيها الاسئله ونخلص. تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، لانه الامان الدعم على الدوره قليل نسبيا، ومن المتوقع ان يعني يكون افضل. فانت قوم بمهمتك ودعمني بلايك بشير سبسكرايب، ولانك هيك هيك انت بتكون ناشر العلم، وان شاء الله لك الاجر والثواب. ونتمنى لك كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.